اهلا وسهلا بكم في مطبخ مولا للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوفوا مقادير وطريقه تحضير كب كيكس المالح في نظام الكيتو واللو كارب. شوفوا مقادير وطريقه تحضير كب كيك المالح اللي بالخضروات. ندخل في المقادير على طول. عندي هالقالب انا بنديره في بالشكل هذا، قالب يمكن تحطوه في طاجين كامل او صينيه كامله الاشكال اللي تبوها. مسحتها بزيت الزيتون، وعندي هما يعتبروا بيضتين لان عندي لو لاحظتوا بيضه كبيره واثنين صغار، هما في الحقيقه بيضتين المفروض يكونوا من الحجم الكبير. فهذا هو البيض اللي نبي نستخدمه. وعندي نص كوب حليب، انا درت حليب اللوز. عندي نص كوب جبن كوتش تشيز او جبن القرايش فول فات طبعا، وطاهية فيها ملوحة فلازم ناخذ بالنا من الملح، انا مش حنضيف الملح. وعندي ربع كوب جبنة موزاريلا، طبعا الموزاريلا وجبن الكوتج تشيز ما فيهمش طعم، بدنا بنطعمها بملعقة اكل معبية من جبنة البارمزان. الاجبان اللي انتو تحبوها وترغبوها، بس لقيتها خلطة حلوة مع بعضهم. نخلط الخليط، عندي ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ننساش بيكنج باودر لان في كب كيك مالح يقعد منفوخ. عندي الاضافات التانية، انا في زيت زيتون دبلت الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر، وحطيت ملح شوية ملح وثوم وبصل باودر. هذه الخلطة اللي نبي نحط فيها هي خضروات، هذه دبلتهم في زيت اكيد تعرفوا كيف تديروها. حطوا مع تنوس، انا بنديرها بطعم الشبت شبنت او شبت. بنضيف عليها الزيتون الاسود، هذا ليش قلت ما ناخدوا بالنا من الملح. ونخلطها، طبق جميل حلو تقدم مع الشوربة وريحة الشبت يطلع. طبعا نحط شيء من البروتين، يعني تحطوا دجاج مسلوق يا لحم مفروم، بس انا بنحط تونة. بنديرها بنكهة التون، بنخلطها. طبعا الكب كيك يستعملوا فيه بالدقيق، بس انا طبعا مش هنحط دقيق، نحط اضافات اللي نحط فيها في الكيكات اللي مناسبة للكيتو. من اضافاتي في اضافة جديدة وحدخلتها، هي كونجاك بودر، ملعقة شاهي كفيلة انها تمسك الخليط. هذه الاشياء اللي نضيف فيها انا في قناتي باش تخلي الاشياء تنجح. وعندي ملعقة اكل الياف الشوفان، انا نبو زي خليط الكيك اكيد تعرفوا زي خليط الكيك. مش حنحط دقيق اللوز، دقيق اللوز مناسب جدا للحلويات، بس انا نحاول نبعد عنه في الموالح. دخلت الاشياء هذه كأنه خليط الكيك. عندي القالب وشغلنا الفرن على درجة حرارة عالية على 200. وين حطوا الخليط في القالب، كل ما نحط لازم نخلط باش الخلطة تتوزع على كل الكبس. حاول نضغط على كل الجوانب باش يتعبى القالب. خلصت المقدار حطيناه في الكبس، ويلا على الفرن. تقريبا يقعد بين 20 نص ساعة ونشوف الكب كيكس المالح. بعد ما يطلع كيكس المالح طلعناه من الفرن، يقعد حوالي 20 دقيقة منفوخ. كيف منفوخ؟ خلوه يبرد، نشوفه هل مازال يحتفظ بالانتفاخ، ونشوفه ما نطلعوهم، نشوفهم حتى من جوا سخنة توا. نخليهم 10 دقايق ونرجعو لهم ونشوفوا الكب كيكس المالح. الكب كيك هو دافي نوعا ما، بس مازال ساخن يعني، بس دافي، فقلت احسن ما دام دافي نطلعه من القالب. بسم الله يطلع على الساخن، طلعوا رائع جميل جدا. هذا القالب اللي كان فيه قعدات سخنات، قعدات مرتفعات محتفظات بالقوام الرائع، ريحة رائعة وجميلة جدا. اكيد تشوفوا فيها ساخن، مازال البخار يطلع من الكب كيكس المالح، بس نمسكها، نقدر نمسكها. هذا الكب كيكس
قوام مرتفع محتفظة من غير دقيق، فقط ملعقة كلياف الشوفان وملعقة الشاهي الكونجاك بودر، بصراحة ملاعق سحرية اللي نستعمل فيها في الأكلات، تنجح لي في الأكلات. هذه صينية للتقديم، نحطوه فيها نشوف كيف زين التجويف، زينوها زي ما تحبوا، نخليه شوية يعني يبرد تماما ونشوفوا كيف نزينوا الكب كيكس. الكب كيكس برد نوعا ما، قلت بنزين، قعدت افكر شو كيف نزينها يعني، فقلت بناخذ جبنة فيلادلفيا، عندي صوص الفلفل قلت بنديرها باللون الاحمر، نحطفطيه بالتلاجة الصوص. سبق صنعته في قناتي، هذا صوص الفلفل وملعقة صغيرة أو بجيب الحلواني، عندي ملعقة صغيرة. نحشي التجويف، الكبس الكيك المالح جاهز، صراحة ريحته قاعدة توا في المطبخ، قوامه لي توا ساعة، قوام محتفظ نفس القوام اللي صنعناه وانتفخ، نشوفوه من جوا ما فيش دهان يعني الايدي ما فيش دهون، نقولوا بسم الله ونشوفه من جوا كيف ينقص، رائع بصراحة، شيء جميل ورائع وسهل ومش مكلف، لا دقيق لوز لا دقيق جوز الهند، اشياء سهلة ورائعة وصحية، وإن شاء الله صحة وهنا مع الكب كيكس الملح.